انا اسماعيل الحلال واخد بالك؟ تمام. اليهود كانوا هنا عايشين في مصر ناس عاديين خالص. من مصر كمان؟ اما جاء عبد الناصر مشاهم من مصر هنا يعني عشان فيه كان فيه قله جواسيس فمشاهم من هنا. اللي كان بيخش المعتقل بيخش المعتقل ويطلع من المعتقل على بره. سابوا المحلات بتاعتهم للناس اللي هي شغاله عندهم. كل دي كانت ايه قصتهم يعني في حرب اليوم. وهم كانوا ناس كويسين ومش حد. طب وكان ايه اشهر التجاره اللي يعني كانوا بيعملوا ايه؟ اشهر الذهب. ذهب وفضه. وكان تعاملهم كويس معاهم؟ اه طبعا. امال ايه؟ حضرتك كان في ناس بتسرقهم مش بتسرقهم يعني هي بتاخد شغل منهم وبتقول لهم الشغل راح. كانوا بيجيبوه تاني يدوه شغل تاني ويقولوا له ايه الست اللي عليك. تمام. يعني هما انت حضرتك قاعد في هنا في الحاره بقالك 50 سنه اتعاملت مع اي حد منهم معامله كده مواقف مع بعض؟ والله انا اتعاملت مع 2-3 منهم يعني. كانوا بيتعاملوا ازاي؟ كان ازاي؟ كان انا بقول لك اهو بيقعدوا معاك على قهوه بيجوا؟ لا لا هنا. لا هم كانوا زباين عندي 2-3 كانوا زباين عندي. هم بيقعدوا معاك لما يجوا يحلقوا عند حضرتك بيقعدوا يتكلموا معاك وكده زي مصر كده ما بيحكوا ودردشه وكده؟ لا 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 مفيش كلام. يعني كان في واحد اسمه خواجه ليتو هنا في واحد اسمه خواجه ارتين وانا مش هفتكر اساميهم يعني لاني مدة كبيرة يعني. فكانوا ناس عاديين خالص زي ما احنا عايشين. طب تاريخ الحارة نفسها حاجة تعرف عنها عن تاريخ الحارة حاجة؟ ليه تسمت باسم ده وكده؟ ليه تسمت باسم حارة اليهود؟ لأن كانت كلها يهود كلها. بالك؟ كده. طب واللحظة اللي هما مشوا فيها من هنا الزبائن اللي عندك جم سلموا على حضرتك كانوا زعلانين؟ كانوا زعلانين هما ماشيين؟ لا ما افتكرش مفيش حد جه. بس هما كانوا بيحبوا البلد يعني مش عايزين يمشوا؟ مش عايزين. لا 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 كانوا مش عايزين يمشوا. هو لغاية دلوقتي في ناس بتقول احنا مصريين. هما فعلا مصريين. وكانوا شغالين في حاجة غير الدهب؟ يعني كان في حد شغال فيهم في ملابس مثلا؟ لا اكتر 99% كانوا شغالين في دهب فقط. اللي على قده بقى كان فاتح مثلا طعماجي كده يعني. بنوا حاجة في الحارة؟ بنوا حاجة في الحارة؟ زي مستشفى زي لا 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 لا, لا, لا هو في معابد بس في الحارة. معابد؟ العمارة اللي جنبي دي واللي جنبيها من ناحية تانية دي كانت معبد. في عمارة هنا كده دي كانت معبد برضه. تمشي في الشارع ده كده في معبد بيهدوا فيه حاليا. ده معبد جوه الحارة كده في معبد. شكرا.